بجد كنت مبسوطة اني معاك النهاردة وانت بتكرم هقول ولادك، مش هقول طلابك، هقول ولادك. بجد كانت حفلة حلوة بما انك كرمتهم وكرمت المجاميع العالية. انت كل سنة بتعمل كده ولا دي اول سنة؟ لا ان شاء الله هي اول سنة، بس مش تبقى اخر سنة ان شاء الله. تمام، باذن الله واخدينها خطوات. تمام، ان احنا بس يعني الضغوط النفسية اللي بتبقى على الطالب، عايزين نخرج شوية من حتة الاستريس اللي بيبقى عليه في الدراسة، فاحنا بنكرمه بنديله حافز. تمام، من الحافز ده ان هو بيقدر السنة اللي بعديها يبقى احسن واحسن، وان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله باذن الله. طب ايه رأيك في منظومة التعليم المصرية عامة؟ والله هو انا اشتغلت كتير مع ناس بره، يعني مع ناس طلبة انجليز وطلبة من جميع الجنسيات. يعني الموضوع مختلف تماما هنا في مصر غير بره خالص. تمام، بره بيهتموا بالمنظومه ككل، هنا هو فاكر ان المنظومه هو مجرد مدرس بيلقي طالب، والموضوع ده غير كده خالص. لازم يهتموا بالمنظومه ككل، المنظومه العمليه التعليميه كلها تتغير عشان المدرس يرتاح والطالب يرتاح والبيت نفسه يرتاح من الضغوط اللي فيها. تمام، لان كمان الطالب لما بيجي يخرج للحياه العمليه بيكتشف ان هو درس حاجه وبيلاقي حياه تانية خالص. بالظبط كده، هي المشكله في المنظومه نفسها ان هو بيعتمد على الكم، هو بياخد تلقين تلقين تلقين، ما بيقدرش يبسط، والمنهج كبير جدا، المدرسين ما بتعرفش طبعا تدخل اللي هو الحياه العمليه، ان هو يستخدم مثلا المواد دي في حياته العمليه. في يعني لازم يأهلوا كوادر، لازم يهتموا بالمنظومه ككل. تمام، ايه طيب من وجهه نظر حضرتك طبعا الشخصيه تنصح وزير التربيه والتعليم تقول له ايه؟ والله ان هو يهتم بالمدارس في الاول، ان اي طالب هيقعد في مدرسه نظيفه تمام هيحافظ عليه، يهتم بالمدرس بالمعلم، ان هو يعني يديله البوزيشن اللي هو يستحقه بره مدين الكلام ده كله. تمام، ما فيش ولا دوله اوروبيه ولا عربيه ما بتديش البوزيشن للتيتشر غير هنا. طبعا الموضوع مختلف تماما، هو هنا بيرمي الكاهل على كاهل المدرس وكاهل التلميذ، لكن الموضوع المفروض المنظومه كلها تبقى تمام، مدرسه نظيفه، مدرس تمام عنده مؤهل تمام كواليفايد ان هو يشتغل مع الطلبه، وطلبه عندها الابيلتي انها تستوعب الموضوع. ومعايا ميسيو محمد الجهري مدرس الفرنش، ارحب بيك في البدايه وبقول لك مبروك النهارده على شهاده التقدير. طبعا لو حابب توريها لنا، احسن مدرس فرنش. الحمد لله. ميرسي. الحمد لله. طيب تكلمني النهارده عن تكريم الطلاب في الثانويه العامه بمؤهلات عليا وعن تكريمك انت الشخصي. والله انا مبسوط جدا لوجود النهارده في يوم جميل زي ده مع اخويا وحبيبي وصاحبي، ويعني يعتبر في الضرب طبعا مع بعض من فتره طويله. الحمد لله تعبنا وبذلنا مجهود كبير بعد مجهوده ومعاونه ربنا لينا ومساعده الناس، والحمد لله رب العالمين. سعيد جدا النهارده بتكريمه للطلبه بتوعنا وتكريمه للاستاف بتاعنا، وبقول لكل الطلبه الف مبروك، الطلبه اللي نجحت والطلبه برضو اللي ما نجحتش تشد حيلها. وانا سعيد جدا بالنتائج الجميله اللي عملها اخويا الاستاذ محمد البدوي، ونتائجي انا شخصيا في اللغه الفرنسيه مع الطلبه الحمد لله، وبتمنى لهم طبعا مستقبل جميل ومستقبل مليان نجاح، وان شاء الله يعني كل الناس تكون سعيدة. ايه رأي حضرتك في منظومة التعليم بالكامل بقى؟ من فرنساوي وكل اللغات. المدرس تقصدي؟ لا الطلاب نفسهم والمدارس والتلقي للطلاب. والله المدارس بص حضرتك، هو انا مؤمن تماما ان الطالب المجتهد واللي عارف مستقبله، عارف مستقبله سواء كان في مدرسة حكومية او مدرسة خاصة او مدرسة كبيرة او مدرسة صغيرة، بترجع لاهتمام ولي الامر واهتمام الطالب وتشجيع الجو اللي حوالين الطالب للتعليم. التعليم في مصر الفترة الأخيرة الحمد لله في تقدم كبير، بعد يعني الدولة ادت مساحة اهتمام كبيرة للمدرس من حيث رفع مستوى
الناحيه التعليميه جوه المدرسه. شايف ان التعليم محتاج بعض من التوجيه والتوعيه ممثله في ان التركيز على المدارس الحكوميه والاهتمام بالتعليم الفني التجاري والصناعي واهتمام بالتعليم زي المدارس الفندقيه والحاجات المنوعه في التعليم دي تعتبر شيء جميل جدا في التعليم.